مشاهدينا مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي يتابعوا صورتنا وصوتنا على الوطنيه الاولى او في برنامجنا برنامج فعاليات في المجتمع. مرحبا بكم الليله في سهريتنا، نتحدثوا في عديد من المواضيع اللي تعودتوا واستنستوا بها من خلال طرحنا لعده قضايا ابرزها ما يهتم بالاسره والمراه وايضا المجتمع. تتواصلوا معنا الليله في عديد من الفقرات وعديد من المواضيع، نتحدثوا فيها عن قرب على ابرز الفيديوهات اللي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا واللي اخذت رواج كبير واللي تحدثوا عليها الناس بكثره. نتحدثوا على الكتب وكتاب مع امال مختار اليوم اكيد باش نتحدثوا عليه باش نشوفوا شنو ابرز الاصدارات الموجوده في السوق التونسيه. نتحدثوا ايضا في عده مواضيع منها العلاقه بين الازواج خاصه اللي يكونوا طموحين ويشتغلوا في نفس المهنه. نتحدثوا ايضا على مسلسلات منها اللي تعدت في رمضان ومنها اللي تم اعادتها اليوم على القناه الوطنيه وابرز القضايا اللي تم طرحها من خلالها. واكيد الاسئله نتاعي معناتها ما تخليش من الالعاب والفكاهه، اكيد مع ضيوف حلوين كل مره يجيو ياثوا معنا سهريتنا، وسعيده جدا ان نتعرفوا عليهم مع بعضنا الليله. نرحب امال مختار في البدايه. اهلا وسهلا امال. اهلا وسهلا فاطمه، مرحبا بك وبالساده الضيوف، مرحبا بمتابعي القناه الوطنيه الاولى الاوفياء دائما لبرنامج فاعلات في المجتمع. مرحبا بك امال، بعد قليل اكيد ندخلوا في الديسكسيون في المواضيع وفي الحوارات نتاعنا. نرحبوا ايضا بنسرين المدب، هي كاتبه وروائيه تحضر معنا اليوم. اهلا وسهلا بك نسرين. اهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافه، سعيده بحضوري في برنامج فاعلات في المجتمع. مرحبا بك ايضا، هي قاعدة ايضا متميزة ومدافعة عن تمكين المرأة وتطوير الشباب، اكثر من 18 سنة في الولايات المتحدة الامريكية، شغلت ادوار محورية في شركة تكنولوجية كبرى، مؤسسة لمشروع اوبن مايند، تعمل على تمكين الافراد في تونس وفي منطقة الشرق الاوسط. سعيدة جدا نرحب بيسرى مجوري تحضر معنا اليوم. اهلا وسهلا يسرى. عسلامة، فرحانة اللي أنا معكم اليوم وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للمشاهدين اليوم. مرحبا بك يسرى، أكيد ونحكيو على أمريكا ونحكيو على مجال العمل نتاعك، خاصة أنه تخدموا برشا على الانتليجنس ارتيفيسيال الأوبن مايند، هذا كل تنحاولوا نفهموا بطبيعة. وأكيد في كل برنامج عندنا نجم الحصة ونجم البرنامج، اليوم ماهيش باش تكون ممثلة أو سيدة في الأعلام، لكن باش يكون ممثل تونسي، ممثل شاب، ممثل عرفناه في مسلسلات عدة، وهو أيضا سيناريست ومنتج يحضر معنا اليوم، محمد علي دمق. اهلا وسهلا محمد علي. اهلا بك فاطمه ومرحبا بكل اللي تفرجوا فينا على القناه الوطنيه الاولى. مرحبا، نقول لك دالي ولا محمد علي؟ دالي يعرفوني العباد دالي. خلي في المضمون محمد علي. مرحبا بك محمد علي تحضر معنا الليله، نتحدثوا معاك في برشا تفاصيل وخاصه باش نحكيو زاد اليوم على دور الاب في حياتنا، كيفاش ياثر في شخصيه الابناء، هذا كل باش نتطرقوا له. وايضا باش نرجع معاك على مسلسل باب الرزق اللي يتم اعادته على القناه الوطنيه، ابرز القضايا اللي يطرحها وغيره. خلينا نبداو معاكم في فعاليات في المجتمع. مرحبا بكم مرة أخرى، والبداية باش تكون مع فيديو عمل برشا تفاعلات على مواقع السوشيال ميديا، تداول الحديث على طفل في عمر العامين ما يتكلم كان باللغة الإنجليزية، رغم أنه الأب والأم ما يدقنوش اللغة هذه بطريقة جيدة، لكن ابنهم ما يحكي كان باللغة الإنجليزية، صحيح يفهمهم باللغة العربية لكن مخرج الحروف والنطق نتاعو والكلام اللي خرجوا معناتها الناس الكل بهتت، حتى عائلته اللي هو يتكلم باللغة الإنجليزية. الحقيقة الفيديو هذا لقى رواج كبير، ثم اللي سماه الطفل المعجزة. هل صحيح أنه معناتها نجم نقول عليه طفل معجزة؟ ما هي هذه الظاهرة بالضبط إذا كان نجم نفسروها علميا كيفاش تكون؟ وباش نبدأ معك أنت أميل مختار. صحيح نتحدثوا ونحكيوا معناتها ثم نماذج في المجتمع يكونوا معجزه، نجمو اذا كان وقت اللي يكون صغير ذكي برشا ولا عنده ذكاء مفرط، لكن انه يعيش في بيئه عربيه يتكلموا باللغه العربيه عائلته الكل
جدود وغيره يلقى روحه اليوم معناتها والدي كيتعاملوا معاه بهتوا انه يتكلم كان باللغه الانجليزيه. انا شنو تنجم تقول؟ نقول بالكش فما جينا قديمه ياسر هكا من عهد الاستعمار ولا من عهد في السلاله معناه مثلا تحيرت ولا كيما نلقاو في العينين انا قريت سيونس ونشوفوا مثلا الناس تلقى السلاله الكل عينيها كحل وبعد تلقى واحد يجي هكا طاير عينيه خضراء. ترجع جينيتيكمون تلقى عنده جينة نتاع اللون نتاع العين اخضر في معناتها على الرابعه ولا الخامس معناها قديمه معناها. بون انا مش فسرها هكا بتات فما عامل اخر. انا نقول بما انه احنا في الواقع هذايا اكيد يسمع في حاجه باللونجلي، اكيد عنده علاقه بالتليفون نتاع شخص، اكيد يحط في حاجات باللونجلي. معناتها اللغه الانجليزيه دخلت في اللاوعي نتاعو ونطق بها. هي اللغه شنية؟ هي لغه انك ثقافه تسمعها معناها تاخذها بصوتك تاخذها في لاوعيك تاخذها وتنطق بها. يقول لك اللغه الام. احنا حتى كي نتكلموا يقول لك انا نرجع مثلا كي تنرفز ولا في حالات القصوى مهما تعلمت من اللغات ترجع للغه الام. يبدو انه هو اللغه الام نتاعو كانت مش امه مش صوت امه مش لغه امه حاجه اخرى تلقاها والاكيد على طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات يسمعها في غياب امه يلعب بحاجه تابلت حاجه هكا. انا شخصيا عندي تجربه صغيره ولدي وقت اللي كان صغير كنت ديما كانت تم قناه بومرونغ طلعت في التسعينات وقتها وجا البارابول والكل كنت نحط له القناه نتاع هذه البومرونغ تتكلم بالالمانيه القناه اللي عندي هذيك. ولدي معناها تخزنها في مخه بعد وقت دخل الجوت يقرا في الالمانيه معناها تبارك الله عليه الالمانيه خذاها كانت سهله كانت سهله بالنسبه لي معناها انا هذا رايي نقول انا اكيد اسمعها بطريقه ما. هات نشوف راي الضيوف بحذينا نسرين. توا في النوغوسيونس في الاعوام الاخيره يعني بداوا يكتشفوا اللي فما طاقات كبيره في الدماغ كنا نتجاهلوها معناتها ما نعرفوهاش. يمكن فما خلايا في مخه معناتها ديفلوبي اكثر من غيره تكونت خليته معناتها ينجم كيف ما قالت امال يلتقط اللغة من خلال التلفزيون ولا ويخزن الكلمات وتظهر هذا علميا. يقول لك دالي لهنا الجنين كي يبدا في بطن امه معناتها كل ما يدور حوله هو يسمع به ويتقبله به. لكن لهنا الام ما تتاكد اني هي معناتها ما تتكلمش اصلا اللغه ولا حتى في العائله نتاعها شنو تنجم يكون معناتها نشوف انا لانه الصغير يتقن. انا كل الناس الكل شفت الفيديو وشفت الريتم بي نتاع الفيديو تبعات الفيديو سمعت التصريحات نتاع الام نتاع الاب انا مش ناخذ الفيديو من 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 زاويه اخرى خاطر علميا ما نجمش نفتي كما كنت نسمع زاد كيف ما نعرفش شنو اللي صار. لكن سمعت الاب والام يحكيوا على القلق اللي صار لولدهم في المحيط نتاعو من 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 الاطفال دونك وخاصه حمله التنمر اللي صارت عليه كانه كائن غريب كانه كائن هجين ما هوش منهم ما يشبه لهمش. هوني يلزم بالله نرجعوا هذه تجربه صغيره مع وليد الصغار تجربه تقبل اخر من العمر هذاك راهو دوره هو طفل ذولي بريسكولير معناها ما قبل التمدرس قبل التمدرس فرصه هذايا فرصه ما ينجم يكون الموضوع هذايا راهو الموضوع هذايا والحاث نتاع الطفل هذايا والفيديو هذا بخلاف معناها علموا الاطفال وهم يلعبون يتعرض في جميع الروضات وفي التحذيري ويقولوا لهم هاو الطفل هذايا في روضه راهو صار وصار 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 اسكو تقبلوه ولا نجموا نمثلوها. انا ندخلها حتى في التمثيل معناها في مسرحة الاشياء ينجموا يمثلوها يجيبوا طفل احنا عندنا حاجه في التياتر نسموها الجروملو اللي هي لغه اكزرسيس نتاع لغه تركب حروف ما عندهم حتى معنى معناها يطلع كلمات جدد دونك تولي سهل الاكزرسيس حتى نتاع 4 سنين وخمس سنين قل له لصق الحروف كما هما فهمتني دونك تطلع لغه واحده اخرى اسكو الطفل هذايا تقبله ولا لا. اليوم فرصتنا ان نعلموا الصغار تقبل الاخر انطلاقا من اما انا الراء توا ملاحظتي الخاصه الراء انه الطفل هذايا اكيد انه عنده جينيوس معناها عنده كلك بار ما ينجمش جينات
ثم الاي كيو نتاعو متطور برشا تلقاه اكيد معناها ثم عنده ذكاء خاص كيما الصغار اللي يحسبوا فيسا وريتها قبل في مصر وريتها في المغرب على اللغه الالمانيه معناها اللي هما زوز دول كما احنا الانجليزيه بعيد علينا شويه ما زاد الالمانيه بالنسبه للمغرب وفي مصر كيف اطفال في العمر هذا يحكي بالالمان هي حاجه غريبه ينجم يكون طفل محظوظ برشا محظوظ اي اكيد لهنا باش نجي يسرى يسرى عندك تفسير انا من الناحيه العلميه خاطر انا عندي صغار زيدا وكي كانوا صغار كنت ياسر انتريسي بالسيكولوجي وبالنورولوجي وكيفاش الحاجات اما من الحاجات اللي قريت عليها قبل اللي طفلي معناها صغير في العمر نتاع 6 شهور قادر يفرق ما بين 17 لغه مختلفه at the same time في نفس الوقت انا التحليل نتاعي هي يوتيوب والتلفزة الاكسبوزيسيون هو الصغير كيفاش يتعلم انت اولادك تولدوا في امريكا يعني. لقيت صعوبه في انهم يفهموا اللغه العربيه ولا كانت سهله لا عندي نجم نعمل عليها حلقه كامله التشالنج نتاع العبيد اللي تعيش برا وفي نفس الوقت تحب اولادها يكونوا ينتميوا معناها يحسوش روحهم غرباء في المجتمع نتاعهم في نفس الوقت نحن نحبوهم كي يروحوا لتونس زاده ينتميوا لهنا ويحسوا روحهم اليز سو ماهيش سهله وفيها برشا خدمه برشا اما لهنا نحكي على الميرور نورونز اللي هما الاعصاب الخليه اللي هي اللي تراه تتبعوا برشا يقول لك انا والله ضحكته كيما ابوه والا يتكلم كيما امه هكا برشا وهي في العلم اللي صغير اللي راهي يطبقوا وتتجلى عليها هي ذيك انا نقول هنا حاجه يشوف فيها ويخز معناها كونسيوم معناها كونسومي فيها برشا دو فاسون ما جاتوش غريبه معناها ويسمع فيه يرى فيه يرى في العباد كأنهم حاضرين معاه العباد اللي يتفرج فيهم دو فاسون يحس معناها ما كانتلوش مشكله اللي يتكلم باللونجلي بسهوله مهم جدا هو باش نمشيو لنقطة أخرى باش نتحدثوا عليها لكن لا تقل أهمية على اللي كنا نحكيو فيه توا لكن باش نبدا بحكاية ساعات معناتها تخطر لي في مخي أفكار ولا نخمم في حاجات الحقيقة نروح للدار نحل السوشيال ميديا نلقى اللي أنا خممت فيه يخرج قدامي الكل على مواقع التواصل دي باج معناتها يحكيو على اللي كنت أنا نخمم فيه راهو ما حكيتوش وما تكلمتش معناتها دونك لهنا نتسائلوا اليوم على دور الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال في حياتنا التليفون هذا اللي معناتها صحيح تبدا نهار كامل وانت كونيكتي والا شادو بحذاك ساعات تتكلم مع ناس هل انه يسجل هل انه التطبيقات الموجوده قاعده تشرب في الافكار نتاعنا ماذا يحدث حقيقه مع الذكاء الاصطناعي هل انه قاعد اليوم يدخل في حياتنا بطريقه كبيره هذا نتساءلوا عليه وعلى غرار هذا باش نتحدث على مؤتمر الحقيقه تم مؤخرا في صفاقس المؤتمر الدولي لمعالجه اللغه واداره المعرفه نحكيه على LPKM 2024 اللي ينظموا فريق بحث تحديدا والمؤتمر هذا تم الانعقاد نتاعو في كليه الاقتصاد والتصرف بصفاقس ايام 3 و5 جوان المؤتمر هذا لماذا يسعى؟ يسعى الى توفير فرص جديده لمعالجه البيانات بذكاء وفعاليه قاعدين نشوفوا في الكوليس نتاع المؤتمر هذا وذلك بفضل التطورات في التكنولوجيا والانظمه الذكية والمتنوعة يغطي مجال معالجة اللغة الطبيعية قضايا تتعلق بالتوليد التلقائي للغة البشرية الطبيعية وفهمها ومعالجتها وينجم يكون في علاقة باللي كنا احنا نحكيه عليه معناتها ماهوش حاجة معقدة وإلا صعبة لكن حاجة دخلت اليوم في حياتنا ويلزم الناس تفهم معالجة التطبيقات هذه الذكاء الاصطناعي مجال اللغة العصبية هذا كل معناتها مهم أن نتحدث فيه باش نبدأ معك لهنا يسرى بما أنك أنت أيضا تشتغل على ميدان الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية كيفاش اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل بطريقة أو بأخرى لحياتنا الذكاء الاصطناعي هي ريفوليوشن توا ثورة كبيرة ويلزمنا بالرسمي نركزوا معها بالقدي باش ما يفوتنيش القطار
كيما جيت وقتها الانترنت وجيت لي تكنولوجي جديده وبقينا جوست معناها نكونسومي ونتبعوا. توا فما فرصه كبيره على الاخر للعبيد الكل، وهو كاينه توا باش ليفل ذا جراوند، معناها كاينه توا العبيد الكلها باش نوليو مستويين ونجموا نحنا واللي كاباسيتي نتاعنا والانفستيسمون نتاعنا اللي باش نعملوه نجموا، عندنا فرصه كبيره اللي نحنا نتقدموا ونعطيو. سؤال انا ديما محيرني، شنو علاقه الافكار اللي عندنا في مخنا بعد نلقاوها معناتها على جهاز الهاتف الجوال؟ هو نسميه فيه مازلنا هاتف جوال، هو كمبيوتر، هو اورديناتور معانا نهار كامل، وهما لي خاصه لي زابليكاسيون هذوما عاملين فيه دي ريشيرش، معناها فما فرق كامله تعمل اليوزر ريسيرش يوزر اكسبيرينس، معناها تقرا قرايتها هي كيفاش انت باش تنتراكتي مع كيفاش باش تتصرف مع الفيسبوك مع الانستغرام مع لي زابليكاسيون الكل. معناها الدومين هذايا نتاع لي زابليكاسيون راهو مبرمج ماهوش ناتوريل، تحب تحس انت معناها كمستعمل اللي هي سهله انت جوست تعمل في حاجات الياتوار. اور هو الكمبيوتر معناها نهار وطوله من اللي انت تحل عينيك وهو يسجل في الـ في الـ في الواحد نتاعك معناها التحركات نتاعك. انا ساعات نهز التليفون وهو يكتب لي سجستد ابس، معناها هذوما التطبيقات اللي هو يعرفني من اللي نحل عيني نهز التليفون ونشوفهم. كان اللينك دي اي حطهم لي اون افون، وهي فيه معناها فيها برشا مشاكل من البرايفسي اللي هي اللي هل انه يبرمج هل انه يبرمج العقل؟ هو مش يبرمج العقل، اما هو يفهمك يفهمك كيفاش تخمم، فاهم ذا نكست ذا نكست اكشن لاكسيون الجايه نتاعك شنو باش تكون حسب خطير اي اما هما عندهم سنوات يخدموا فيها ونحن توا فقنا معناها تشبيه يجيب لي في الحاجات اللي انا نفكر فيها. اوه هو انت كبروفيل، وفما معناها فيلم تو نفكروا اما هو يحكي على السيليكون فالي البيج كومبانيز هذوما الشركات الكبار، كي معناها تحسوا انا اولادي ساعات نقول لهم راهم ايفل معناها شيطانيين، راهم معناها خادمين وبالقدا باش يستغلوا العقل البشري. وعلى ذلك علاش تو بكري نحكيوا اللي هو خطير على الصغار، خاطر هما ماهمش فاهمين واتس هابينينغ، معناها شنو اللي قاعد يصير، والا علاش تو وليت لي فيديو 30 سكوند ما عادش لي فيديو الكبار، وعلاش ما يوفاش معناها الفيد نتاعك عمره ما يوفى. اليوم خلقوا لي ريل القصار، علاش خاطر فيقوا اللي سي اديكتيف، يعني كي تبدا انت هذيك فكره اديكتيف هذيا سامحني. اي بس تفرجت انا مهووسه برشا بالعالم هذايا وحسيت بالخطر نتاعو من سنوات التالي، وقاعد ديما نتفرج في لي دوكيمون من بين الحاجات اللي شفتهم توا عندها سنوات دوكيمونتير ذكاء هذا ونوصلنا وليزابليكاسيون والكل، وشفت شهاده هذيك عمري ما نسيتها نتاع شخص كان يخدم في جوجل وخرج واعطى بعض الاسرار في الدوكيمونتير هذا من بين الحاجات كيفاش يخليه الشخص يدمن اللعبه ولا يدمن. وقتها نتفكر حكاو على الشات نتاع الميسنجر، وقتها دوبا فصلوا الميسنجر ولا هو بيدو ابليكاسيون وحدها وما عادش تابع الفيسبوك، فصلوه ولا وحده. فما ناس متخصصه قاعده ورا ليكرون اللي احنا كما قالت لك ناس معناها احنا نتخيلوه معناها سيستم الجوريتم يخدم وحده، سي با فري، فما ناس متفرغه تخدم في شركه جوجل فيها الاف 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 الناس اللي تخدم متفرغين ورا ليكرون يتبعوا في كل واحد. معناها تفرجت في التجربه هذه اللي حكي عليها الشخص كيفاش الانسان هذايا باش يولي متعلق بالعمليه الحوار تشات هذيك كيفاش. وقتها خلقوا حكايه، هو خلقوا على كلي 3 بوان، جايبين الشخص اللي يحكيوا عليه كيفاش هو عنده وحده يحكي معاها وكيفاش يشجعوه باش يكلمها وكيفاش هو قاعد نهارين ثلاثه ما حكاش معاها يعملوا له هما كتنقيز هذيك سي تري امبورتون هاك الترن يعملوها هذيك فيها برشا سيستم خادمين عليه باش يضرب لك في مخك دو فاسون انك انت يولي لك ناقوز معناه اعلان ثم يخرج لك حتى ديزورمون معناه فهمت. وبعد خلقوا هاك لي 3 بوان هذيك باش يشدك اكثر تقول انت تيان
هاو قاعد يكتب لي توا، دونك ما تنجمش تسيب الواحد نتاعك، معناها سيستم كامل يخدموا فيه. انا نعطيك زاده في ليزافون مثلا، فما سيري، سيري هذه سيري، فما ناس قاعدين ورا اورديناتور يكلموك، معناها يقولوا سيري تاندر لو تيليفون، سيري جو في بارتير العرش شويه، ولا باللونجلي تكلمها ولا شنو، معناها خدمه كامله ماهواش هذايا عمليه احنا كيما نراو فيها هكاك غيبيه وكعادي الفيل وكدرا شنو درا شنو، وراها سيستم كامل وراها تفكير كامل، لاديكسيون باش انت تكون مدمن باتم معنى الكلمه. اللي يهمنا احنا شنو، ناخذوا الحاجات الباهيه وردوا بالنا من الخايب. التليفون والتكنولوجيا صحيح معناتها باهيه ومهمه في حياتنا، نجم سيليكسيون سي تري ديفيسيل. باش نشوفوا دالي اولادك تعطيهم تليفونات، تراقبهم عندهم وقت معين، والا معناتها كل شيء متاح على امتداد النهار. وقت اللي نعرفوا الناس الكل انه التكنولوجيا باهيه اما خطيره زاد. انا نجم نفاجئك، انا مانيش من بين الاباء المتساهلين ولا توليرابل، معناها لا مانيش متسامح، دونك صعيب معناتها. اي معناها لي كونت نتاع ولادي في تليفوني. ما يدرش عليك. لحد الان. لي كونت نتاعهم انا عنده تليفونه، عنده كونت نتاعه، اما ندخل ونشوف وهو يعرف. ندخل ونشوف وهو يعرف، لاني شوف وديما ندعي ولدي نقول له اعمل علاقات في الدنيا. اهم برشا من العلاقه، امشي اخرج صاحب اولاد بنات اكبر منك اصغر منك مش مشكل، باهين خايبين تعلم. في كل الحالات الصدمه نتاع الصدمه نتاع الفيرتويال باش تكون اقسى برشا من الواقع. الواقع اي معناها كيف كيف بالنسبه لل، شوف هو هذايا سيرتو السوشيال ميديا راهو علاش خذا حيز كبير؟ هو راهو خذا ملكة عند الإنسان اللي تبنيت عليها التراجيديا اليونانية، هي ملكة الفضول، ملكة الفويوريزم. الإنسان يحب يعرف الإنسان الآخر، هو باش يقرر روحه أنا خير منه. راهو الإنسان كائن طامح الى الافضل، فضولي هو كائن طامح الى الافضل. هو باهي كي تطمح للافضل. لا اي هما انك تتدخل في خصوص الناس. اما كيفاش يحب، كيفاش شنو البوتونسيومتر للوضعيه نتاعك؟ انك انت خير من العباد والا ثم عباد خير منك، دونك تولي تحب تشوف العباد الاخرين كيفاش عايشين. والتراجيديا علاش قعدت تقريبا 5000 سنه موجوده وحيه المسرح؟ لانه تشوف حكايه عباد اخرين قدامك. بعد جد التلفزه وجات السينما اللي تدخلك للديار، بعدين جات النموذج نتاع لي لوفت، البرامج الاجتماعيه لولاد وبنات ودرا شنيه وستار اكاديمي وكاميرات موجوده، وعباد تلقاها تقوم من 3 بالصباح تحل التلفزه تتفرج. هي بدات من غد. دونك الشيء هذايا هو نفسه هو تواصل، لكن ما بالتطور معناها. انا نقول لك حاجه، توا الهيستوري تطور وماشي واللي حافي معناها الاخر يحرك لك احساس بشويه بشويه. كنت لاحظوا انه الاحساس ليموسيون اومان داخل فيه علاقات معناتها فيه كومبليسيتي هذا توا على بعضه الشيء ولا على بعضه الشيء من دونك حافي. تقولي انت تقول حافي، سامحني خالي من المشاعر. اي هذاك شو معناها حافي؟ هذاك يحفى الانسان يحفى. أيه. معناها نقولوا احنا صبات حفاء ولا دونك خالي من المشاعر. اي دونك هذه الخطر نتاعو، الخطر نتاعو انه يخليك أنا ماشي ويبرد الإنسان لدرجة أنه تولي تطبع مع أشياء حتى اللي أنت كنت رافضها تولي تتعدى تفرج فيها وتتعدى. تطبع مع الأشياء اللي أم برسيب حتى ما تطبعش مع جملة معناها أنت. تعتبر أنه اليوم الصداقة قاعدة تمشي وتتلاشى أمام موجة الغزو التكنولوجي هذايا، معناتها العباد ما عادش مع بعضها لكن تتفرج على خاطر هو يوهم في نفسه عنده 5000 و3000 و30000 و هو كي يقعد مع صديقه هو شاد التليفون والاخر شاد التليفون. المشكله هي هذا الخطر معناتها. هو باش نمشي لهنا وباش نكمل في نفس السياق مع نسرين. نسرين انت كاتبه وروائيه ومعناتها عندك كتب تطرح برشا قضايا ممكن اللي تحدثنا فيه الكل نجم نلقاه في الكتب نتاعك، منهم زريعة ابليس اللي هو عمل برشا بوليميك، معناتها خاصة العنوان شنو حابه تقول من خلاله؟ هو العنوان زريعة ابليس هي كلمة معناتها تتقال في موروثنا الشعبي، تتقال للمرأة
بون عندها شويه هكا كونوتاسيون شويه نيجاتيف، فما هي جينيرالمون تتقال خاطر المراه يقولوا البوس فيت، معناتها في ساعه تكبر وتطلع، دونك هذاك علاش زريعه ابليس. هو العنوان كان مغري للبعض ومستفز للبعض الاخر. في الكتاب فما ثلاث شخصيات نسائيه من ثلاث اجيال، دونك الموضوع الرئيسي هو صحيح يتناول موضوع الحياه والموت من خلال دوره الماء في الطبيعه، دونك بيسك الاحداث اغلبها صارت وقت جائحه كورونا. اما فما برشا قضايا فرعيه، منهم مثلا القضايا على التكنولوجيا، على خاطر وقت جائحه الكورونا ظهر دور التكنولوجيا في حياتنا. وهوني تحدثت على ام وعلاقتها ببنتها وقت اللي هما بعاد على بعضهم ولات علاقتهم الكترونيه، وكيفاش العلاقة الإلكترونية تنجم تخلينا نتقارب وكما تنجم تخلينا زادا نتباعدوا. مثلا عبد تبعث له ميساج ما يجاوبكش تأثر نفسانيا، تنجم تقول ينجم يكون هو يشرب في قهوة ولا طاح له شارج ولا حاجة وساكري دي بروبليم. دونك سي فغي كو التكنولوجيا أثرت علينا من ناحية نفسانية، معناتها نفسيتنا تبدلت، الانتباه نتاعنا قل، ما عادش نحكيو على صداقات ولا نحكيو على علاقات الكترونيه، معناتها مفهوم الصداقه هو بده تبدل. هذاك علاش في كتابي حطيت ثلاثه اجيال، معناتها باش قارنت بين الام اللي هي تربيت في عصر كانت تقرا كتب وكانت فما كانت عندها علاقه صداقه حقيقيه وكان فما وقت فيه برشا رومانسيه هكا ولا ايمان، والصديقه كانت هي الطبيب النفسي. كنت تمشي لصديقتك هي اللي تعالجك، تو ما عادش تحكي لها اسرارك تو ما عادش. لا تو ما عادش بالحق والله، ما عادش ثم اصحاب. والله وليوا سطحيين. انا نشوف حتى الاصدقاء ما حدث لنا احنا، احساسي انا كما قال لك انه المشاعر حفاد، دونك الفتور اللي اصابنا احنا تتعدى على الفيسبوك وتشوف ناس هكا وتولي تكيدك حتى باش تحط جيم ولا تحط جدار ولا درا شنو، هما نفسهم في المقابل عايشين نفس الحاله اللي انت عايشها، معناه تلمو معناه استوت الامور وتلمو العالم الكل ولا في نحس فيه انا في قوقعه نتاع ياس، معناها ياس جماعي، ما هوش ياس في بلادنا وحدنا، والعالم الكل العالم الكل، معناها احنا بما انه ولينا قريه مش قريه ولينا تليفون، احنا عايشين الناس كل في جهاز صغير اسمه تليفون، في التليفون هذا تلقى عندك 5000 صاحب وتلقى عندك 200000 واحد تعرف وتلقى عندك، لكن انت بعيد، فما مسافه تخلقت بينك وبينه، فما ناس اخرين مدمنين. وانا اسمح لي فاطمه لهنا باش نعطي مثال صغير شفته صار في فرنسا والنتيجه نتاعو كارثه، نتيجه التواصل الاجتماعي. شخص راجل بعقله، معناه احنا مش نحكيو على اطفال توا، راجل كبير بعقله، تعرف على وحده صارت قصه حب بيناتهم باش يتزوجوا. قالت له هي في الجمعه نتاع الزواج نتاعهم، امي في الافريق، هي افريكان، باش نمشي لها في السبيطار باش تعمل عمليه ومدري شنو. مشات ومتكلم فيه من غاديكا، وهو يبعث لها في الفلوس يبعث لها في الفلوس، ووقت اللي ما عادش عنده هو فلوس وراته وجهها الحقيقي، قالت له انا استعملتك انا كذا انا كذا. المراه هذه مشات شكات، انا هذه نحب نحكيه، مش المراه، الراجل مشى شكى خاطر اخته اللي تحكي في الحكايه، مشى للشرطه الفرنسيه قالوا له احنا ما عندناش، فمش حاجه بينال، فمش حاجه معناها تثبت انت عطيتها فلوس بإرادة. قعد ذاهل الراجل وفي الحاله الوضعيه هذيك ما ايسش، عاود عمل عمليه محاوله اخرى اترافير الانترنت وتعرف على امراه اخرى وكيف كيف باش يتزوجوا ونفس الشيء. وفي الاخر المراه طلعت نفس الحكايه، باش انتهت الحكايه انه هو اطلق على نفسه الرصاص، انتحر. معناها تصور علاش هو عايش في الفيرتوال، معناها لو احنا تو لو نعكسوا الحكايه، لو هو جا نسى هذوما قبل، المراه هذه راهو الفيلينج نتاعو راهو الاحساس نتاعو، قال له المراه هذه معناها وهذه مشكله الحقيقه كبيره، خاطر توا برشا ناس وعلاقات يتعرفوا على بعضهم بالسوشيال ميديا، معناتها انا كطريقه لا احبذها الحقيقه بتاتا. هو ساعات العبد تعرف سهلت اي اما والله وهلكت برشا علاقات، ساعات تصطف ساعات لا. نكمل معك في الكتب لهنا نسرين، المرآة الآسنة. المرآة الآسنة هو تجربتي الأولى في الكتابة، هي زادة كيف رواية. هوني تناولت موضوع الكتابة كعلاج، يعني البطلة هوني تلتقي بأن كوتش دو في وكيفاش يقول لها أن الفنون ممكن أنها تعالج. دونك تعمل هوني رحلة في مشاعرها،
باش تفهم مشاعرها المختلفة من خلال الكتابة، وفي نفس الوقت فما قصة أخرى هوني روايتين في رواية. هو الجيد أنه الروائي ولا الكاتب ولا السيناريست يحكي حكاية، يحكي قضية ساعات واقعة معاش. طبعا بعد نجيو نحكيو على باب الرزق، برشا مواضيع اليوم باش تحدثوا فيها. نمشيو نكملوا مع كتاب مع امال. الكتاب اليوم اللي باش اليوم باش نقدم كتاب، الحقيقه هو تعريف الكتاب، وانا لفت انتباهي وقت مشيت في معرض الكتاب الغلاف. الغلاف هذا تعريف، شوفوا الشخصيه عليها الظهر نتاع الشخص واللي هو الشخصيه الحقيقيه، هذا اللي هو البطل نتاع الحكايه، اللي هي الحكايه الحقيقيه سيد الحدود. سيد الحدود اللي الكاتبه نتاعو وهيبه الإنوب، اللي كاتبه شابه، والظهر نتاع السيد هذا اللي هو شخصيه مغربيه حقيقي اسمه محمد التطواني، مصور على ظهره الحدود نتاع مناطق. المهم رسم الحدود، رسم الحدود، وحاطين لهنا شوف التل الحدود الشائكه اللي تفصل بين الدول. الحكاية الحقيقية متاع اللي خدمت عليها هيبة الإنوب اللي هي حكاية الشخص هذايا نقولوا الحراق، هو اللي هو خدم في منطقة صربيا، يعدي الناس من مكان إلى مكان، يمشيوا لأوروبا على طريق المنطقة هذايا مقابل 1500 أورو. بالنسبة لي هو يقول حسب ما حكى الهيبة، يقول أنا مش نعدي فيهم في الحدود، أنا 1500 أورو هذوك مقابل أني نعلمهم الشجاعة، أني نعلمهم معناتها يبعدوا على الخوف، أنه يكونوا عندهم جرأة يتجاوزوا يمشيوا ويعيشوا تجاربهم، يمشيوا، لأنه الحدود هذه هي مجرد هي وهمية، هي مش حاجة حقيقية. اللي عجبني أنا في هيبة أنها خذت القصة هذه، خاطر هي مش تبيض في عملية هذا المغربي اللي عمل اللي حرق الناس وعديهم بطريقة غير شرعية، لكن أخذتها من الجانب من البعد الإنساني، أخذتها كيفاش الإنسان يبحث على النجاة ويبحث على الحياة، وطموح الإنسان أينما كان باش يعيش حياة فيها من الجودة، فيها من، لأنه كما كنا نحكيه العالم هو ضيق، قرية صغيرة، لكن زاد ضيق أكثر على العباد في أوطانهم، لأنه قاعدين نشوفوا كل وطن معناتها المستوى العيش فيه ماشي ويتدهور أكثر فأكثر. فهو يطمح ديما الإنسان، كما قلنا من الأول الإنسان طموح، بالنسبة لي هاكا بالكشي في المكان الآخر فما أمل، معناها فما مخير، فما ما. أنا نشكرها هيبة على الجرأة نتاعها في أنها تناولت قصة حقيقية اسمها سيد الحدود، وكاتبة رواية مستوحاة من الواقع. الكتاب هذا نشرته على دار نحن للنشر، كتاب أثار جدل، لأنه الكاتبة تقول لي ثم ناس حقيقيين من الناس اللي هربهم السيد هذايا بعثوا له وشريوا نسخة من الكتاب، معناها كتاب طريف. أنا نرجع نقول الهيبة شكرا، لأنه كيفاش نوظفوا الواقع من خلال الفن ونقدموا حاجة تفيد الناس وتوريهم تجارب الآخرين. هي تحدث زيد على رسم الحدود، وبرشا ناس طموحهم أنهم يخرجوا الحدود أخرى، برشا ناس طموحهم العيش في أمريكا مثلا، وهل أنه العيش في أمريكا يعتبر عيش سهل، وإلا عنده صعوبات جمع اللي العباد ما تعرفهمش وحلمهم أمريكا مثلا؟ أمريكا بلاد كبيرة برشا. أنا تولدت وتربيت في بنغردين، قرية صغيرة، اما كي تمشي لبلاد كبيره معناها تبقى انت من الاول كل العباد اللي تهاجر ديما تجيها فتره الشوك، معناها واو، مع كل شيء كبير، كل شيء مختلف، اللغه مختلفه، مهما كانت توقعاتك ديما باش تكون مختلفه، لكن كي تعيش فيها، كي تعيش فيها كي اي بلاصه اخرى، كل هي باكج، معناها تلقى فيه برشا حاجات كنت تحب عليها وبرشا حاجات تنقصك وما تلقاهاش، امبوسيبل معناها تلقاها في البلاصه هذيك، وكل مش وانت معناها تحب يلزمك تنتجري، معناها باش تولي تحس روحك اللي انت معناها تلقى بلاصتك في المجتمع هذاك، وفي نفس الوقت فما شخصيتك انت وين تربيت وين تولدت ومخك انت وكيفاش باش يعمل ادابتاسيون غادي. لكن صحيح انه الناس اللي تعيش مثلا جذورها تونسيه وتحسها الغربه، تحسها في مواقع معينه ولا في حاجات معينه تحسها بالقدا، كيما الاعياد، كيما عائلتك تبدا عائلتك
اما حاجه اللي برشا اللي يعرفوني هنا في امريكا يعرفوني اللي داري ديما هي انا ريت اللي فما نقص كبير في المناسبات، وليت انا في كل مولد في كل عيد في كل رمضان انا نحل داري ونستدعى التوانسه اللي دايرين بيا الكل من غير استثناء. وعندي برشا على السوشيال ميديا نحط هكا الافطار نلقى تونس في امريكا هذيك. وانا ظهرت لي معناها فما طريقه معناتها تخليك تحس وكانك في بلادك، معناتها مش بعيد على بلادك. وزاده نحب اولادي يحلوا عينيهم ما يتحرموش من الاحساس هذاك، احساس العيد، احساس طاوله رمضان، احساس اللمه، خاطر هذاك ماهوش موجود وبرشا عباد ما معناها تفقدوا وتحس بالغربه الكبيره. باش نرجع نتحدث معاك بعد قليل يسرى، وانت معناتها اليوم مواطنه عايشه خارج حدود ارض الوطن، لكن رجعت لبلادك تحب تعمل مشروع، تحب تستثمر في بلادك، تحب اليوم ممكن الامتيازات او ايضا نتحدث على القدرات نتاعك تزيد تنفع بها بلادك، نتحدث فيه بعد قليل. لكن قبل هذا خلينا نمشيو لدلي دمق محمد علي، نتحدث معاه على كتابة السيناريوهات، تجربتك. عرفناك ممثل بالأساس، لكن نلقاوك أيضا ككاتب سيناريوهات، وفي مسلسل باب الرزق اللي يتعدى ويتعاود اليوم على القناة الوطنية الأولى. المسلسل هذا طرح برشا قضايا، لكن ابرزها خلينا ناخذ معاك دالي. والله هو شوف انا بالنسبه لي كل واحد منين يشوف الـ 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 المسلسل معناها فما شكون مثلا معناها بمنطق الاثاره او البوز معناها التراند اللي مشى هو موضوع العاملات الفلاحيات، اللي بالنسبه لي انا كان موضوع افيليه معناها انكس، موضوع تبع مشكلة الأرض. مشكلة الأرض بالأساس من الأرض من يحكمها سيسا. دو كان بالنسبة لي كانت الانطلاقة الأساسية هي الأرض القيادة. نحكيو على القيادة كيف تكون قائدا، هذا الهرم معناه. دونك في بناء السيناريو بديت بالقاعدة، بديت بالقاعدة لأنه انا في قناه تعرض العموم ماهوش فيلم، دونك ما نجمش نبدا من الهرمي من الفوق، بدات من القاعده باش نشد، نعطيك الفرشه الاولانيه اللي تشد الناس الكل، تشد المواطنين، تشد المتابعه العادي والمتابعه لافيرتي نقولوا، وبعدين اللي يحب يتعمق ويقرا ما بين السطور ويعمل قراءه نقديه اللي انا الحق الى حد الان ما ريتهاش ويطلع بشويه بشويه في سلم الصراع او في اتجاهات الصراع نحو شنو هما القيم اللي طرحهم المسلسل، لانه معناها الاتجاه ديما عمودي للصراع نخلطوا للقيادة. باقي الكل الزينه نسميها انا اللي هما مواضيع نتاعنا، عقوق الوالدين، مساله رضاية الوالدين معناها. إذا مش كون يقول لي ما حكيت على عقوق الوالدين، قلت له ما حكيش كان على عقوق الوالدين، هو في صراع مع أبوه على أمه، من هون يرضي في أمه، فرزها أنت تو، هو عاصي والدي ولا مرضي والدي؟ دونك هذه هي شو؟ هو التجاذبات. وأنا بنيت المسألة الكل هاني قلت لك في مسألة القيم، بنيت على كيف تكون قائدا سواء في عائلتك، سواء في تجارتك، سواء في أرضك، سواء في بلادك. الحكايه كيفاه جاتك؟ معناتها استلهمتها والا ثم قصه واقعيه عشتها ولا شفتها قدامك يخليك كتبت معناتها بالطريقه هذه؟ والله في 2016 قريت ارتيكل قريت ارتيكل الحق على واحد في استراليا مهبول ومهبول كمان اعتبروه مهبول، وحتى في تونس كي سالت قانونيا قالوا لنا اعتبروه مهبول. جاء عمل الارض وقال لنا في استراليا قال مش نعمل دوله. كان الفكره نتاع السيد هذا اللي في استراليا، بس انا السيد اللي جبته ما نجمش كنا نجيبه مهبول. دونك السيد هذا اللي رجع بعد 23 سنه باش في صراع مع ماضيه، ومقدم نفسه على اساس انه باش يعمل تجربه انسانيه، تجربه جديده في القياده. دونك هذا هو معناه بين الماضي والحاضر كيف تكون قائدا. هذا اختيار كمال التويتي، الاختيار كان المخرج هيف بن يوسف والا شاركت انت زاده في اختيار الممثلين؟ والله شوف هو
احنا نحطه في الاخر شكون كيفاليد معناها بيان سور هو في النهايه المخرج هو صاحب العمل معناها هو الماتر دو لوفر معناها في الاخر دونك اما تشاور اما فينا المو نحترم قراراته ونحترم اختياراته ويتحمل مسؤوليه اختياراته هو. هي ما كانت اختيارات الحقيقه موفقه لان احنا شفنا مسلسل جميل وحلو كما كان يحكي القيم كانت هي الاساسيه من ناحيه ومن ناحيه اخرى الطرح الجديد لفكره وحط بين ظفرين قال ينجم في النهايه يعتبروه مهبول لكن هو جاء الشخصيه هذه بافكار سوا ديزون جاء من امريكا هو دونك مقدم اقتراح جديد وطريقه جديده لاداره الحياه بين الناس. انا باش نقول لك لهنا معناتها ثم ناس تبحث على المسلسلات اللي تعمل البوز ظواهر اجتماعيه غريبه وبعيده علينا مخدرات تجاره ماهيش بعيده علينا موجود لكن من المخفي ما تحطوش عليها برشا. ما هو دور الفن فاطمه هو تحكي على المسكوت عنه. هو باش نقول لك حاجه هو بحث لهنا انه باش يحكي على واقع معاش زاده وضعيه العاملات الفلاحيات انت انطلقت من الارض وضعيه العاملات الفلاحيات التشغيل الهش غير والصداقه العلاقه الابويه بين الابناء ووالديهم يعني من الحاجات صحيح المعاشه لكن كالسوفت يعني تنجم هو اختيار هو شوف هو اختيار هذيك تولي المعالجه هوني المعالجه معناها ثم علاش بكري نحكي انا نسرين الكاتبة على زراعة إبليس معناها هوني راهو السيناريو كتابة أخرى والإخراج كتابة أخرى لكن نجيو في القيم احنا اللي ما يتمسوش هي السنسيبيليتي تم السنسيبيليتي المكتوب بها وفما لي فالور اللي تحب انت تروجلهم تري بيان هوني ساعات تدخل انت الفيلم ولا تقول والله خرجت ما فهمت شيء علاه ما فهمت شيء خاطر ليتيك ما فماش العبره ما فماش راهو العبره تنجم تكون نقراو القصه يقول لك شنو العبره اللي هذاك في الاخلاقي انا نجم نعطيك عبره ما تكون اخلاقيه ما يهمكش فيا انا بيني وبينك معناها علاش يقول لك هو المسرح والا الفن فعل ديمقراطي اش معناها فعل ديمقراطي انا باش نعطي فكره لا اخلاقيه بالنسبه ليك انت لا اخلاقيه ولا من جيب فكره وبيناتنا الشباك بيناتنا العباد انت اذا تصرف فلوسك لهنا وما تلقاش باش تواصل في فكرتك سوا ديزون اللي هي ماهيش مورال ماهيش اخلاقي ما يجيك حد تفلس وما عادش تكمل والسيد الاخر يكمل هوني شنو هي لي فالور اللي تحب دونك معناها ثم شنو تحط على السيرفاس معناها احنا في المسلسل ونعاود نقولها رانا ثم مخدرات وحكينا على افات اجتماعيه كما القمار كما عقوق الوالدين كما السرقه كما حكينا فيهم اما ماهمش في السيرفاس اللي في السيرفاس اللي كانوا اكثر على خاطر هذوك عادات هجينه ماهوش العادي اليومي نتاعنا اللي دونك شو ولا المسلسل يطرح لك الحاجات اليوميه العاديه واللي مبطنها هي اشياء ثم مسلسلات اخرين اللي تحكي عليهم هو يحط لك اون سيرفاس لحاجات الهجينه. انا اليوم في البرنامج اخترت باش نتحدث على دور الاب في حياة عائلته وتأثير الأب على حياة الأشخاص اليوم نتحدث على دور الأب في التربية نتحدث على تأثير وجود الأب في حياة الأشخاص وكيفاش تغير الأبوة الرجل في حد ذاته وانت هذا من بين الحاجات زادة اللي حكيت عليهم معناتها وطرقت لهم في المسلسل ديما نحكيو على المراه ديما نتحطوا على المراه ديما نقولوا المراه هي صحيح العمود الفقري نتاع الاسره والاساس نتاع الحياه وكل دور المراه لكن مع هذايا معناتها ساعات ما تحدوش برشا على دور الاب والا دور الرجل في حياتنا بما انك معانا اليوم باش نتحدث عليه لكن باش ناخذ لانه طرقت لها سرين في زريعه ابليس دونك دور الاب في حياه نحب نقول لكم الجمله الاولى في من زريعه ابليس لو كنت رجلا لكنت ابي هي الجمله هذه تلخص دور الدور المهم اللي يلعبه الرجل بالنسبه خاصه مع بنته وولده زاده كيف يعني هو القدوه بالنسبه للابناء هو كذلك بالنسبه للبنت هو مصدر الحنان يعني دوره مهم جدا وصحيح الامهات عندهم دور كبير ونحكيوا عليه ديما
وعيد الام يا اخو هلا اكثر من عيد ثم عيد الاباء فما عيد الاباء لكن ديما ننساو جينيرالمون خاطر البريزونس نتاع البو تكون في اللامبر بارابور الام الام عاده هي اللي اكثر تكون تعنق وتحضن وكل والبو يحاول خاطر تربيتنا للذكور مختلفه على الاناث نحن جينيرالمون الراجل ما يعبرش ياسر على مشاعره حتى وهو اب يعني قليل باش تلقى راجل يحضن ابنائه ويصير انه تكون علاقته فيها اكثر كوميونيكاسيون تلقى يركز اكثر على الجانب الحازم انه الحزم هذاك ساعات يولي قسوه وممكن ياثر على الصغير يعني الاب ينجم يلعب دور ايجابي ولا نشوف مع دالي صحيح كلامها اللي تقول فيه شوف انا مش نلخص لك في المساله انت قلت صعيب من الاول اي همش تسلك مش يقول لك دور الأب هو كما في المجتمع الديمقراطي هيئة تعديلية هيئة تعديلية بيبي هو هيئة تعديلية معناها الأم هي اللي تدخل في التفاصيل الأم هي اللي تدخل في الـ في الـ في العقاب إذا ثم عقاب وفي الجزاء إذا ثم جزاء هذاك الشلاكة والحلوى نعرفوهم احنا فهمني الأب هو اللي يقول باش نتجازاو الكادر الكادر احنا قرينا 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 باش نتجازاو والا قرينا 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 ولا عملنا برشا حس باش نتعاقبوا كيفيه العقاب كيفيه ما فهمتش معنى دور هو هيئه تعديليه معنى الصوره نتاع البو ديما هيئه تعديليه البو اللي يحط لك الحدود لكن تغيرت المعطيات اليوم ساعات الصغار اقرب لبوهم من امهم انا في الدار اي هكاك انا في الدار شوف انك هو الزواج بصفه عامه تو نرجع لك بالتوالي فهمني هو الزواج كمؤسسه ديجا مسؤوليه كبيره باش من انا ما نحبش اقول حاجه سلبيه ولا خايب ولا صعيب مساله نجاح الزواج في حد ذاته هالكوبل هذا اللي يعيش تحت سقف واحد داخل محيط عائلي وصداقات ومجتمع معناها هو نجاح المرحله هذيك ديجا خطوه مهمه ثم المرحله الجايه اللي هي الوافدون الجدد علينا اللي هما الاطفال سواء كانوا من جنس الذكور هذيك حكايه تربيه وسواء من جنس الاناث تربيه اخرى مختلفه تماما مش 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 كيف كيف نحكي على تجربتي انا في الدار مثلا احنا ناقصين حنان في الدار معلش بنايه بكري استعملتك مصطلح نتاع حافيه احنا شايحه شايحه كي يبدا عندك اولاد الحنان نتاعهم اكثر من البنات هي صديقة صديقة وانا عندي وليد وعندي بنيه اما الحنيه اللي عند الوليد اكثر بيسر من عند البنيه في الصغر في الصغر في الصغر زعما في الصغر في الصغر شوف هما محلاهم الكل اما هاني قلت لك التربيه نتاع ودور الاب هوني دور الاب راهو احقاق الحق يلزم يكون صعيب يلزم يكون فارم ما نقولش صعيب فارم حازم يدلل يحب يصرف اما وقت اللي يلزم يكون حازم ترونشون يلزم يكون هو الحزم وتكون الام هي الحنينه هي هو سيد الحدود النجم نقوله هو اللي يعطي خاطر الصغير بالحق بحاجه انه يكون عنده حدود مازال ما يعرفش ما عندوش تجارب باش يعرف شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط ما تخيلش كان مش محدود فيه بايخ في ظهره الحق لكن سامحني كان نجم لا 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 حبيت جست نعقب على الفكره هذيا صحيح نحن صغار يعلمونا تربيه مدنيه تربيه بدنيه جميع انواع التربيه الا تربيه الصغار ما نقراوهاش في المكتب هذاك علاش اكثر الاباء يتعلموا يكونوا اباء في الوقت وجينيرالمون يتصدموا معناتها بحجم المسؤوليه النفسيه والتربيه وكل معناتها تتطلب برشا كومبيتونس باهي امير انا في الموضوع هذايا حبيت نقدم زوج نماذج نتاع علاقه الاب خاصه انا ديما نقول علاقه الاب بالبنت في المجتمعات نتاعنا العربيه اللي هي علاقه شائكه شويه وانتر بارونتيز كما كان يحكي لك ولا نسرين تحكي انه الاباء ما يعبروش برشا على المشاعر نتاعهم خاصه تجاه بناتهم يا دوب تكبر شويه تا
دخلت في سن المراهقه 7 8 9 سنين، تحس معناتها اللمس الجسدي يتقسم، معناها بنتي اوكي بوسه من جبينها بوسه من، لكنك الحنان الجسدي العاطفي اللي يقعد بين الام وولادها ما يتوصلش مع البو. انا البو نشبهه، وقال هيئه تعديليه انا نشبهه هو البوليس نتاع حركه المرور الدار. الحق خاطر تبدا الدار حايسه داخله بعضها ندرى شنو ندرى شنو، وقت اللي يدخل الاب كل شيء يتنظم، تحس كانوا يشدك السفاره ويشعل ضو احمر ضو اخضر ضو اورانجي كل واحد كيفاش. لكن العلاقات الاساسيه انا اقول، واحنا من اصلنا نقولوا الطفله ميال لابوها والولد ميال للام، وتقعد ديما العلاقه خاصه بين الولد وامه، وخاصه بين لكن خاصه بين البو وبنته. اما فيها الشيح اللي نحكيوا عليه هذايا، انا مثلا في الكرسي الهزاز كتابي اللي طرحت فيه العلاقه هذه من التسعينات معناها وقت كتبتها ولا الفينات، نحكي على بو معناها غايه في التفتح، مدير مدرسه متفهم بنته معاها بالكدا بالكدا، لكن العلاقه شيح. هي كل اللوم نتاعها وكل الاهتزاز النفسي اللي عاشته البطله ساوسة بن عبد الله، عاشته في هالجفاء اللي صار بينها وبينها عاطفيا، تقول له يا ريتك ما علمتني، يا ريتك ما قريتني، اما يا ريتك حضنتني، يا ريتك قربتني منك، معناها هذه العلاقه النوع الاول. معناها ثم ديرنييرمون انا قريت كتاب وقدمته هوني اللي هو كتاب لقاء نتاع سي صالح بن رمضان، اللي هو يحكي على علاقه جديده. انت تو قلت العلاقات التطور التو، البو هذايا يحكي على علاقه من على بنته، كيفاش هو عنده بنيه وكبرت سافرت لبرا، لكن هو مشى عاود تبنى طفله اخرى. معناتها تصور البو تلمو احتاج البنت وهو كبر في العمر، ومعناها احتاج. صحيح انه الطفله ديما قريبه من بوها والاب يقرب اكثر، ما يقولهاش نحبك هي قريبه من ما يعبر لهاش. لكن يعني البو هذايا سؤال، هل تغير الابوه الرجل؟ اكيد اكيد يكون صعيب يولي حنين. لا الاخوات الاخوات مثلا معناتها الشباب وقت يبداو في عائلاتهم في ديارهم تحسهم جافين، تحسهم يابسين، تحسهم هكا ما عندهمش حتى علاقه، ريان كو يعرس ويجيب صغار يتبدل كريمه، معناها يولي شخصيه اخرى، يولي حنين، يولي يفهم شنو علاش بوك عمل معاه هكاك، يولي يفهم علاش امه تصرفت كل حتى المراه زاده حتى المراه حتى المراه تتصرفت تولي تفهم علاش امها تصرفت هكاك، وتولي تقول تيان علاش امي كانت خايفه عليا وقت انا نروح مخر، علاش كذا كذا. انا في الاطار هذا زاد عندي قصه اسمها دجاجه الامومه، نحكي على ميربول، معناها كيفاش الام وقت تبدا انت جون في وتبدا امك تجري وخوك روح مخر وش بي كذا وش بي ما رقدش، وتحل البيبان وشوف لي شامبر رقد ما رقدش، تعشى ما تعشاش، امي كانت تبدا تعس في الباب بالصبابط وسبدريات، معناتها سبدري موجود خويا روح. بعد انت تقول امي وقتاش تعمل، بعد انت وقت تولي ام تحس بها بالحق، وقت اللي انت ولدك في الشارع ما يجيك شنو مهما كان. خلي توا احنا في ظروفنا هذه توا نتخيل الامهات والاباء معناها في وضعيه اولادهم المراهقين والشباب، العصر تطور وتغير والظروف واكيد تونس كنا احنا في لازم ديما واحد يرد باله. امي كانت خايفه على اخواتي في التسعينات، مي توا وقت اللي واحد في الاوقات توا تخاف عليهم التليفون توا تخاف عليهم في الشمر مسكر الباب في البيت مسكر على روحه، لازمك ديما الباب محلول وتراقب لا وتوري اللي انت تراقبه. باش نمشي لنقطه اخرى وموضوع اخر نتحدثوا فيه، باش تحطوا على كيف يمكن التأثير إيجابيا على المجتمع، وباش نتحدثوا على المشروع الجديد اللي طرحته في تونس يسرى ماجوري، نتحدثوا على الأوبن مايند. كي نحكيو أوبن مايند نقولوا احنا فكر مفتوح، نتحدثوا على البيهيفير انسايت وإلا التغيير العقليات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والسياسية والجغرافية وغيره. لهنا شنو حبيت تقول من خلال المشروع وبعثك لمشروع اوبن مايند؟ اوبن مايندز جاي من فكره اللي الافاق واللي بوسيبيليتي ساعات ما نراوهمش، والحاجه الوحيده اللي انت تخليك تراه لي بوسيبيليتي هذوما اللي هما موجودين في العالم موجودين، اما انت ما تنجمش تحلم ولا تراهم. انا كي كنت صغيره معناها كنت متميزه في القرايه كيما برشا
ديزيتيديون، اي ما كان حلمي اللي انا نكون استاذه رياضيات. ديما نبقى نفكر علاش انا كنت نحلم معناها باستاذه رياضيات، خاطر هذيك هي الواقع اللي انا كنت نرى فيه. ما كنتش نجم نرى حاجه بيوند ابعد من اللي الحقيقه نتاعي. اللي حبيت نعمله انا باوبن مايندز كي بديتو نوري العباد، وخاصه في لي ريجيون، في العباد اللي ما عندهمش البريفيليج اللي هما باش يسافروا، والا ما عندهمش شكون في العائله اللي نجم يوريهم راهو العالم مفتوح واللي بوسيبيليتي هما اندلس وموجودين. فشنو يلزم؟ يلزم عباد تاخذ مبادره وتوريك وتنصحك، ومعناها هي بيدها تجيك وتقول لك اوكي راهو انت تنجم تعمل هكا وهكا. وانت اليوم متاحه انك توري وتعرف، والقدرات اللي عندك معناتها تعمل بارتاج مع الناس اللي اليوم موجوده تحب تكتشف الحقيقه. شكون ما يحلمش انه يخدم في الخارج من تونس، يدخل فلوس، معناتها كما قلت انت العالم ولا مفتوح وقريه صغيره، معناتها برشا ناس معناتها غايتهم العمل والمهن وانهم يدخلوا فلوس يربحوا. هل انت متاحه اليوم انك تشارك المعارف نتاعك مع الناس؟ هو كان يحكي على القيم، واللي هنا ما تفرجش في المسلسل ان شاء الله اللي تفرج فيه، مفهوم القيم يحكي على القياده زيدي. خاصه القياده بيان سور، واللي هي الحل. انا اجيب لي اي مشكله توا في الاخر نحكي اربع ايام خمسه ايام، الحل هو القياده في الاخر. انا كي برشا من التوانسه اللي تغربوا في الخارج ونجحوا في شركات كبيره وعالميه وشافوا الديناميك نتاع كيفاش تخدم في مجموعه كبيره، كيفاش الناس الكل تتبع والامور الكل هي العجله ديما تدور. على خاطر لي فالور والقيم هذوما نتاع الشركه هذيك نجحوا يفهموها لاي عبد. في النازا عاملين ريبورتاج، مشاو الواحد اللي يكنس قالوا له انت شنو تعمل؟ قالوا لهم انا ام هيلبينغ بوتينغ ا مان اون ذا مون، انا نعاون باش نحط راجل في القمر. الفيزيون واضحه واللي فالور واضحين. يكون عندك هدف حلم تراجيكتوار واضحه باش نجم توصل تحقق. واوبن مايندز بروجكت هي ناجحه اليوم على خاطر لي فالور نتاعنا واضحين، وهما اللي حدوا لي بارتناريا اللي نعملهم، المشاريع اللي نعملهم. عملنا انا مغرومه برشا وعندي اكسبيريونس كبيره في المونتورا، خدمت مع دي اسوسياسيون عالميين في المونتورا، وجاني نهار اللي انا السوق ما عادش نجم نأثر في اللي جروب اللي نخدم معاهم. يا اخي قلت اوكي انا حاضره باش نعمل الحاجه اللي انا نحبها، وبديت نعمل في دي مونتورا للشباب اللي في تونس، وخدمت عملت بروجرام للقائدات اللي عندهم دي ستارت ابس، تمكين المرأة دي ستارت ابس في تونس، وعملت بروجرام مع دي انجينيور في المدارس في الكليات التونسيه، وعملت كولابوراسيون مع يونيفرسيتي في دالاس في تكساس اللي هي وين عايشينها. والهدف ان البروجرام هذوما ناجحين، وعلى خاطرهم هما نجحوا وليت حتى الشركات اللي في تونس هم بيدهم معناها اتصلوا بيا، وسني عملت مشروع مع شركه كبيره في تونس هي بيدها تبنيت لا فالور دو مونتورا. معناها قالوا لي نحن لي مانجرز نتاعنا النساء نحبوهم هما قائدات يعملوا مونتورا للبنات اللي في تونس. معناتها سيتان سيركل اللي يدور، معناتها ويكون غيره انسبيراسيون. تجيب انت فكره موجوده وتراها كل يوم في الخارج وتجيب قول لهم اوكي انا راهي هذيا ناجحه وتخدم، خلينا نعملوها في تونس، خلينا نعملوها في الجزائر، خلينا نعملوها في المغرب. وهذاك دور الدياسبورا توا راهو النجاحات الفرديه مهمه، اما ماهيش هي الحل اليوم. صحيح. النجاحات المجموعه هي اللي باش تمكننا حقيقه. حاجه ملهمه. معناتها ديجا عندكم ايفينمون معناتها قريب ان شاء الله نتبعكم فيه ونشوفوا زاد الحاجه هذه، معناتها اكيد التلفزيون تو يتم تغطيتها. مرحبا بك زاد مره اخرى بحذنا يسرى، قائده متميزه ومدافعه على تمكين المراه ورياده الاعمال. ايضا باش نختم معكم مع لعبه كلمه كلمه كلمه، نقول لكم معناتها نعطيكم فرضيات وانت تختار. نبدا معك دالي، الشهره او المال او الابوه؟
الأبوة. أبوة نسرين، الشهرة والمال أو الأمومة؟ الأمومة. أنت مش خليك للآخر. يسرى بدلك الشهرة أم المال أم ريادة الأعمال؟ ريادة الأعمال. الشهرة ماهيش مهمة، خاطر المال وريادة الأعمال ينجم يخليوك مشهور. المال زادة أنا هذيك قيمة ماهيش قوية عندي، معناها ريادة الأعمال نجم تجيب المال، وهي ريادة الأعمال هي ريادة الأعمال هي اللي تعطيك الساتيسفاكسيون الكبيرة اللي تنجم البوتنسيال نتاعك ما يقفش. سو نختار ريادة الأعمال. أنا قبل ما تسألني السؤال هذاك نحب نعقب على الكلام اللي قالته بعجالة في الوقت. اي بعجالة اللي قالت هي انه معناتها كي تسافر وبلاد كبيرة وتجيك الصدمة الأولى ومدري شنو. أنا نقول انه توا حاليا الصدمة هذه ما عادش تصير للإنسان وقت يسافر، سيرتو في العالم هذا اللي انت تشوف فيديوهات بارتو من تايلاندا لنيويورك للعالم الكل، معناتها هبط لك فك الفيل اللي كنا نحكيو عليه. معناها انت توا كي تسافر وتمشي تحس روحك كانك ما تحركتش من بلاصتك، معناها تعرف. انا مثلا الاحساس هذا عشته وقت سافرت لمصر اول مره عام 91 ونلقى روحي مصر نعرفها. لاني قريت كل كتب نجيب محفوظ وكل الكتب نتاع احسان عبد القدوس، وتفاجأت أنه مصر والقاهرة والأجمل في الروايات من الواقع ومن الحقيقة. وقتها كتبت مقال على الموضوع هذا. السؤال اللي تحب تختم به، أنا كالعادة ديما نقول لك الشهرة ما نحبهاش، المال على قد ما نحبش برشا فلوس كما قلنا. عملت شهرة في البرنامج. لا شهرة وقتية، خاطر أنا ديما ندخل ونخرج على التلفزة، معناها ما نحبهاش. أما أهم حاجة بالنسبة لي هي الأمومة، أولادي ثم أولادي وعائلتي وأمي ربي يشفيها، وهذا الأهم، العائلة هي الأهم. إن شاء الله ربي يشفيها أمل مختار، الوالدة نعرف أنه مريضة وكانت حلقة صعيبة عليها أنها تأمنها لكن أمنتها. إن شاء الله ربي يشفيها ويفرج عليها وإن شاء الله تتعافى، هذا اللي نتمناه لها. شكرا لكم ضيوفي اللي رافقتوني في حلقة اليوم، محمد علي دمق، يسرى مجوري، نسرين المدب، وأمال مختار. هذه كانت آخر حلقة في جزءنا الأول من برنامج فاعلات في المجتمع. إن شاء الله يتواصل نرجع معكم في جزء ثاني. شكرا لكامل الفريق اللي حقيقة هو عائلة بالنسبة لنا. بالحق أول مرة أنا أقولها أني نخدم في ظروف أكثر من رائعة مع فريق أكثر من رائع، من مخرج ومن مدير إنتاج ومن تقنيين. شكرا الحقيقة لكل من ساهم في رسم صورة طيبة، نرجو أنها تكون قد نالت أعجابكم. نتلقاو إن شاء الله في مواسم. أكيد أمال صحيحة، أول تجربة كانت معاك معانا في هذا البرنامج، وكنت أكثر من رائعة في تدخلاتك الرشيقة وفي مداخلاتك اللي حاولت بقدر المستطاع أنها تكون معناتها جيدة وتكون لبقة وتكون متناسقة مع مواضيعنا اللي نختاروهم في الحصة. شكرا لكم على الحضور، وشكرا للسادة المشاهدين اللي تابعونا وتفرجوا فينا. شكرا، في أمان الله، إلى اللقاء.